تستمر بها في مسار الحياة إلى محطة النجاة. ذلك أن الرجل استطاع بوعيه وفهمه العميق بمبادئ الدين الصحيحة أن يوحد المغاربة ويؤلف بين قلوبهم ويضرب لنا مثلاً أعلى في نصرة الإسلام وإقامة الشريعة. وقد وفقه الله لذلك فوضع اللبنة الأولى لإمبراطورية قوية وعظيمة في المغرب والأندلس لم يكن لها مثيل في تاريخ المغرب قبل ذلك. ولعظمة شخصية هذا العالم الجليل والقائد الكبير الذي قضى نحبه شهيداً سنة 451 هجرية الموافق لسنة 1059 ميلادية ودفن بموضع يعرف بكريفلا وبالضبط ترابياً بجماعة البراشوة دائرة الرماني إقليم الخميسات. من درس سيرة هذا الشيخ الجليل ووعى ما قام به فسيجد أمامه حقائق ثابتة كذلك. فقد وضع اللبنة الأولى لإمبراطورية قوية عظيمة حيث كانت الصحراء جميعها تحت حكم ملوك المغرب. الأستاذ عبد الله بن نون ذكر في كتابه قال عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين أنه ثالث ثلاثة رفعوا منار الإسلام في هذه الأرض وفتحوا القلوب والضمائر قبل فتح المدن والقرى وهم عقبة بن نافع الفهري وإدريس بن عبد الله وعبد الله بن ياسين. فلقد أشبه عمله عملهما وعلى الأصح أتم ما بدأ به. انتهى كلام الأستاذ عبد بن نون. الإمام والشيخ عبد بن ياسين كان من علماء أهل السنة والجماعة فهو من شيوخهم الكبار. كان مالكي المذهب واستمد أصول فهمه من أصول المالكية المعروفة إلا أنه كانت له اجتهاداته التي حملتها عليه طبيعة دعوته التي عاشها. كما كان عالما محدثا مفسرا استوعب العلوم والمناهج التي كانت في زمانه وقد أجمع الرواة على أنه من العلماء الكذاب شهم قوي النفس ذو رأي وخبرة وتدبير حسن وفوق ذلك قائد المقدام وزعيم شجاع ومجاهد مخلص. أعطي الكلمة للمتدخل الأول الأستاذ رشيد السلمي ليحدثنا عن هذا الشيخ الجليل مولده ونشأته رحلته العلمية صفاته الفطرية والخلقية وثناء العلماء عليه ووفاته. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والشكر موصول إلى جميع الحاضرين وإلى كل من أسهم في هذا اللقاء العلمي البهيج وزاد الله الجميع خير الجزاء. إن الحديث عن تاريخ منطقة ما هو إحياء للذاكرة وتفسير للأجيال القادمة ببطولة رجالاتها وتضحياتهم الجسيمة التي بذلوها في سبيل العز والكرامة. عسى شباب اليوم أن يستنى بخطواتهم ويحذو بحذوهم في بناء البلاد وعمارتها. ويعتبر عبد الله بن ياسين واحدا من هؤلاء الأبطال الذين قصموا تاريخ المغرب بمداد من ذهب خلال أعماله الجليلة وآرائه الجريئة ومواقفه الموفقة النبيلة. إذن فمن هو عبد الله بن ياسين؟ من خلال هذه الكلمة نقول نتحدث عن ترجمة عبد الله بن ياسين. اسمه عبد الله بن ياسين هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سيان بن علي بن ياسين الجزولي التمرارتي. ولد من قبيلة تمرارت التابعة اليوم إدارية لإقليم طاطا جنوب المغرب في بداية أو مطلع القرن الخامس الهجري. يرجع نسب عائلة هذا الداعية والمصلح الكبير إلى قبيلة جزولة أو كسولة الضاربة في أقصى المغرب قرب جبال أدرار
أو دار ما تعرف اليوم الأطلس الكبير. هذه القبيلة التي اشتهرت بأعلامها ودعاتها، وفي هذا الصدد يشير ابن خلدون رحمه الله في مقدمته موضحا موقع بلاد جزولة أو جزولة بقوله: وأما جزولة فبطونهم كثيرة ومعظمهم بالسوس يجاورون لمطة. وهذه لمطة كما قال الأستاذ الكبير محمد العثماني في كتابه الواحد جزولة هي ما يسمى اليوم بقبيلة أيت بامران، كما جاء في كتاب ألواح جزولة للدكتور محمد العثماني. من هذه البقعة الطاهرة بزغ نور الداعية عبد الله بن ياسين، وعرفه المختار السوسي في كتابه المحسول بالجزول التمررتي، فأصله من تمرات، وعرفت نشأته بتأسيس دولة المرابطين. التكوينه العلمي: بدأ عبد الله بن ياسين رحلته في طلب العلم منذ طفولته، حيث تتلمذ على بعض المشايخ من أسرته، منهم جده الأعلى أبو عثمان بن ميمون بن ياسين، كان رحمه الله فقيه المصامدة ومفتيها. قال: وعده الإمام التالي في كتابه التشوف إلى رجال التصوف، قال يعني أبو عثمان أي جد عبد الله بن ياسين، قال: كان من أكابر العلماء والأولياء. وبهذا السند التاريخي يكون الفقيه عبد الله بن ياسين يحمل اسم جده الأعلى، كما تتلمذ رحمه الله على أئمة الفقهاء في المدارس التي انتشرت في المغرب الأقصى كله بفاس وأصيلة وسبتة وأغناط وأوريكا. وفي مستهل القرن الخامس الهجري شد رحال عبد الله بن ياسين إلى الأندلس في عهد ملوك الطوائف، وأقام بقرطبة لمدة 7 سنوات، تردد على أئمة العصر وأعلام الفكر بها آنذاك، فحصل خلالها علما كثيرا، ثم عاد إلى المغرب الأقصى والتحق بمدرسة أكلو لصاحبها وكاك بن زل المنطق، وعمره حوالي كما قال المؤرخون والنسابين حوالي عمره 23 سنة. وتعد مدرسة أكلو أول مدرسة عتيقة بسوس بحسب ما ذكره العلامة المختار السوسي رحمه الله في كتابه المعسول بقوله، يعني يتكلم عن مدرسة أكلو: وهي أول مدرسة عتيقة عرفت في بوادي المغرب الإسلامي، هي مدرسة أكلو بضواحي تزنيت، والتي تأسست في أواخر القرن الخامس الهجري. وكان الشيخ المنطي رحمه الله تلميذا لأبي عمرو الفاسي وأبي زيد القرواني وغيرهم من علماء الأندلس، فعد عبد الله بن ياسين من هذه الناحية تلميذا لهؤلاء الأعلام عن طريق الشيخ أيوب قال عن طريق غير مباشر، وبذلك جمع علم الأندلس وعلم المغرب. بعض صفات هذا الداعية وهذا المصلح الكبير، بعض الصفات التي كان يتخلق بها: مثل ضبط النفس والابتعاد عن التهور. وخير مثال لهذه الصفة التي كان يتصف بها عبد الله بن ياسين عدم تصرعه لقتال القبائل التي أبت الانصياع لأمر الله عز وجل، حتى أعد لهذا الأمر عدته، امتثال قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كان كذلك رحمه الله موصوفا بالزهد والورع، شديد الورع في مطعمه وملبسه ومشربه، ووصفت بعض المصادر بالمجاهد المرابط الورع الزاهد الصواب، فأثرت سيرته في النفوس
ودع عصيته وأقبل عليه المحبون حتى رفعوا قدره إلى مرتبة الولاية والصلاة. لقد أثنى عليه كثير من العلماء، منهم الإمام الحجوي رحمه الله في كتابه الفكر السامي، فقال أنه مؤسس دولة المرابطين وناشر الدين في الأقصاء الصحراوية وفي السودان، وناشر المذهب المالكي، ومجدد الإسلام بإفريقيا الشمالية ومنها وصل إلى الأندلس. قال كذلك عنه الإمام الذهبي في سيرة أعلام النبلاء بقوله: كان عالما شحما قوي النفس ذا رأي وتدبير. قال عنه كذلك القاضي عياض رحمه الله جميعا في ترتيب المدارس: كان من حفاظ الطلبة الأذكياء النبلاء من أهل الدين والفضل والثقة والفقه. قال كذلك عنه الإمام الناصري في كتاب الاستسقاء: كان شديد الورع في المطعم والمشرب. استشهد مؤسس دولة المرابطين في جهاد ضد قبيلة برواقة في 24 من جمادى الأولى سنة 451 هجرية الموافق ل 7 يونيو 1950 ميلادية، حيث أصيب بجروح بليغة توفي على إثرها، فدفن رحمه الله في ربوة ببلدة كوريفلا، هذا المكان مرتفع مطل على حلوة سميته كوريفلا وأنا مجد، بقبيلة زعير التابعة اليوم لجماعة البراشوة دائرة الرمان إقليم الخميسات، وبني على قبره مسجد لا يزال حتى الآن. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلقه مع الشهداء والصديقين والأولياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانصر اللهم أمير المؤمنين وحامي الملة والدين جلالة إمامك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر الجهة المنظمة لهذا المهرجان ولهذا الملتقى، جمعية أهل الصحراء للتنمية ولرئيستها الأستاذة عائشة. كما أشكر الأستاذ الحاضرين جميعا كل باسمه وصفته. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من المعروف أن الله تعالى قص علينا قصص الأمم الصادقة والأزمنة الغابرة، كما قص علينا قصص الأنبياء والمرسلين. ومن هذا المنطلق يعني أرخ علماؤنا لتاريخنا ولهويتنا ولأمتنا ولديننا ولبلدنا. ولذلك فإن التاريخ كما تعرفون يعني يعتبر هو ذاكرة الأمة، يعني بدون التاريخ لا يمكن للإنسان أن يفهم ذاكرة الأمة وهويتها، ولا يمكن إذا لم يفهم ماضيها فلا يمكن أن يفهم حاضرها ومستقبلها. وفي هذا السياق يعني نتحدث عن عالم من الأعلام وزعيم من الزعماء ومصلح من المصلحين، فلا وهو عبد الله بن ياسين. طبعا مما يدخل في سياق تاريخه يعني مجالاته الإصلاحية والتربوية، وأول ما أشير إليه أن من اشتغل به عبد الله بن ياسين رحمه الله أنه كان رجلا رساليا مهموما بالدعوة إلى الله وتبصير الناس لآيات الطريق، وكان يخص أهله وقومه بدروس توجيهية تروم تقويم فهومهم للدين وصحيح سلوكاتهم، وقد كان يخاطبهم في ذلك باللغتين العربية والأمازيغية رغبة منه في تعميم خطابه على كافة الناس وتوسيع انتشاره على أوسع النطاق. كان عامل رحمه الله على مقاومة كل فكر دخيل على قومه، عاملا إلى بيان تهافته وكشف ضلال حامليه وزيه مدعي. إذن مما قام به عبد الله بن ياسين واهتم به طول حياته يعني الدعوة إلى الله وتبصير الناس بقضايا دينه وتقويم معوجة من فكرهم وهكذا. الأمر الثاني الذي قام به عبد الله بن ياسين هو تأسيسه للرباط على مصب نهر السنغال،
وعندما يذكر عبد الله بن ياسين رحمه الله ينصرف الذهن حالا الى الاحداث المهمه التي مهدت لتاسيس دوله القرى بالغرب الاسلامي استلهم اسمها من الرابطه التي اسسها هذا الزعيم والذي كان وراء اطلاق اسم المرابطين على اتباعه ممن لازم مرابطته التي اختلف المؤرخون في تحديد مكانها والمرجح انها كانت على مصب نهر السنغال والرباط يجمع على ربط واربطه اخذه المسلمون من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والربط ابنيه كانت تقام وتحصن وتملا بالرجال والمعدات والخيول لملاقاه العدو الذي يحاول ان يغير على ثغور البلاد قال أحد المؤرخين يصف رباط السنغال وداعيته استأثر رباط السنغال لأنه لعب دورا هاما في ثلاث نواحي إذ كان المؤمنون يتلقون فيه العلم ويتعبدون فيه ويتطلعون إلى جهاد المشركين والقضاء على عنصر الفتنة في شرار الغرب وبذلك كان رباط السنغال مدرسة ومعبدا ونواة لدولة لعبت فيما بعد دورا بعيد الأثر في تاريخ المغرب والأندلس معا. وقال أيضا وفي رباط السنغال تشكل الجهاز السياسي الأول الذي جمع عددا من الشيوخ والفقهاء وعلى رأسهم يحيى بن إبراهيم الجرداني وعبد الله بن ياسين. وإن كان رجل فقه من حيث تكوينه الديني فقد كان من الناحية العملية القوة الدافعة للحركة المرابطية من الناحية السياسية أيضا لأنه هو الذي وحد بين قبائلهم ووضع لهم الخطط الحربية إذن هذا هو الأمر الذي قام به عبد الله بن ياسين وهو تأسيسه للرباط ثالثا مما قام به واهتم به الجهاد في سبيل الله لقد حمل عبد الله بن ياسين راية الجهاد منافحا عن صفاء العقيدة وحاملا لثغور البلاد فكان حريصا على دعوة قومه وإرشادهم وتعليمهم أمهات الفضائل ومحاسن الأخلاق وصحيح المفاهيم والتصورات سيما وأن زمانه شهد انحرافات فكرية وسلوكية عدة كما حمل السلاح أيضا وخاض معارك كثيرة كلها من أجل تبليغ رسالة الإسلام واضحة صافية وقد كان حاضرا في جميع الميادين يرسم عليها لوحات بطولية إذ لم يقتصر دوره على التوجيه والإرشاد والحض على الجهاد بل إن إخلاصه حمله على أن يقود بنفسه المعارك حامل سيفه في ساحة الوغى يرتمي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة ومن حسن خاتمة الرجل أنه استشهد في إحدى معاركه الجهادية حيث أصيب في مواجهة البرغواطيين فتوفي عام 51 و400 هجرية ودفن بكريفلا رحمه الله أجل الدليل القوة وأقوى من كل هذا الفهم الكامل لتعاليم الشريعة الإسلامية حتى ينمحي منهم حب الرئاسة والزعامة وهو ما كان الداعية عبد الله بن ياسين يسعى للقضاء عليه نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الأستاذ الإمام مرشد سيدي محمد كاشيني على هذه المداخلة القيمة التي تحدث فيها عن اهتمام